كيف تسيب بصير؟ لا اريد ان اطير عليك. ان الانسان له وش يتساوب؟ التساوب هم شيء خرافي يعمله كل احد منا. هم ماذا يجيبون في تفسير التساوب؟ لا يوجد. انه احيانا الانسان تحتاج رئته الى مزيد من الهواء. ما خلف هذا العلم الرأي. فلماذا يفتح فمه بشكل يعجز عن اغلاقه؟ سبحان الله. ويأخذ الهواء الذي يعجز عن رده. ما كان يمكن انه يحال على اختياره. انا اشعر هوى فاتنفس نفس كبير. هذا هو بعد التثاؤب الذي يفرض علي فرضا كأنما. لماذا؟ سبحان الله. الله تعالى يبرز قدرته في ذلك. اذا كنت عندك شيء من القوة ادفع عنك التثاؤب. ولن تستطيع. سبحان الله. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ولن يدفعوا عنهم ضرا ولن يجلبوا لانفسهم نفعا اطلاقا. هذا الذي تكبروا الان انا ترى استحق معك فيه وهم صغر لا اثر له اطلاقا امام قدرة الله وحكمة الله وعدل الله وقهر الله وسيطرة الله. زين. لزمتك فهيجة. باستمرار. لا تستطيع ان تردها. سبحان الله. قول لا. من منكم لم يجربها؟ ما هو تفسيرها الاوروبي؟ سبحان الله. على كل حال. بسم الله الرحمن الرحيم. طلعت بالمناسبة هاي السورة وايلة طيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العلي العظيم.